تاني حاجة عايز أتكلم فيها. النهاردة اتغلبنا في السلة. أنا عندي كلمتين عايز أقولهم لفريق السلة. جمهور النادي الأهلي زعلان. مش هنقول الحكام كان ليهم دور ولا الكلام ده كله، مع إن أنا النهاردة تحديدًا شايف إن أنا اتفرجت على المباراة كلها. الحكام ليهم دور حتى لو كانوا من الإكوادور، حتى لو كانوا من كوالالمبور، حتى لو كانوا من أي مكان. ما بتكلمش على الحكام منين. وما بتكلمش عن إن هم كان ليهم دور، ولكن حضراتكم هذا الفريق اللي قدامي انا بقول لحضراتكم ان انتوا كنتوا كاسبين الاتحاد فارق كبير، وكنتوا افضل من الاتحاد في كل حاجه. امبارح لما كان معايا فتيات الذهب في الكره الطائره قالوا لي احنا قصرنا واحتفلنا بدري لما كنا كسبانين 2-1 في البطوله اللي خسرناها. فحضراتكم النهارده احنا زعلان، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر المباراتين القادمتين ان انتوا تكسبوهم. هذا الجيل من اللاعبين جيل رائع ومعاهم مدير فني رائع وعملوا انجازات كبيره جدا جدا جدا. ما تضيعوش بطوله زي دي، ممكن جدا نكسبها. مش هقول حكام، على الرغم من ان انا شايف ان الحكام كان لهم دور سلبي في النهارده مباراه النهارده، ولكن مش هتكلم عن هذا الامر. هتكلم عننا احنا، عن النادي الاهلي. مرة تانية، هذا الفريق كل جمهور النادي الاهلي ينتظر من هذا الفريق ومن مديره الفني الفوز بهذه البطولة ان شاء الله في المباراتين القادمتين. النهاردة كانت الشوط الرابع اسوأ من جيم 1. النهاردة الشوط الرابع اسوأ من جيم 1 اللي احنا خسرناه. لكن جيم 2 مثلا انت كويس جدا 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 طوال المباراة بالكامل باستثناء الخمس دقائق الأخيرة واللي قرب فيها الاتحاد منك. الجيم 2 يعني، النهارده كان جيم 3 أنت كويس وفارق في كل الأوقات. من أول المباراة الشوط الثاني الكوارتر الثاني الدنيا قربت شوية، ولكن الكوارتر الرابع نادي الاتحاد عداك. الجمهور المحترم اللي واقف بيشجعك، وأنا هنا رسالة للاعيبة النادي الأهلي اللي موجودين، شدوا حيلكم الماتشين اللي جايين، كل جمهور النادي الأهلي هيساندكم وهيدعمكم، ومحدش يقول لي حكام ومحدش يقول لي مش عارف إيه، على الرغم من اقتناعي إن في مشكلة النهارده في التحكيم، هتكلم فيها بعدين. ولكن المجموعة اللي موجودة قدامنا دي، إحنا كلنا متأكدين إن هم أفضل لاعبين موجودين. ان شاء الله ربنا يكرمكم في الماتشين اللي جايين، وزي ما حضراتكم شايفين على قد ما بنقدر بنحاول نذيع لحضراتكم كل المباريات طالما هذا الامر متاح، والمباريات بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. ارجو من كل جمهور النادي الاهلي اذا كان يحق للجمهور التواجد في المباراه القادمه ان شاء الله يكون موجود اعداد كبيره لمسانده هذا الفريق اللي عمل انجازات كبيره جدا جدا في الاربع خمس سنين الاخيره مع مديرهم الفني اوجوستي، اللي ايضا عامل شغل رائع جدا مع اللعيبه. وعايزينكم سواء مدير فني او لاعبين تركزوا اكتر واكتر في الماتشين اللي جايين. الماتشين اللي جايين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بيهم، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز ببطوله سوبر الدوري زي ما حضراتكم شايفين 2-1 في البيست اوف 5 لصالح نادي الاتحاد السكندري. بس حبيت ان انا اتكلم بسرعه عن مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة، والمباراة اللي جاية إن شاء الله هيكون لينا كلام أكتر.